سلسلة أحلام الراشدية. إنه الفنان التشكيلي ومرب الأجيال الأستاذ يحسن مصواب، صاحب الريشة الجميلة، المبدع في لوحاته، يمنحنا أيقونات صحراوية تشم فيها رائحة طين الواحة، تتملى بألوانها الزاهية التي تجذبك إلى علامات ودلالات فنية راقية. من عائلة عريقة في المدينة، وجد في المحضر المبتوت على طاولته بحبرها محترفا تشكيليا يغمس ريشته ويخط بها قبل أن تجف. تعلم الدقة ووجد أن الخط وكتابة الحروف هو أول مدخل إلى الفن الذي يسكنه، فجمع بين التحصيل الدراسي والفن التشكيلي. يرسم بقلم الرصاص الطبيعة التي يحلم بها، والمكان الذي يرجوه، والسماء التي يريدها أن تكون سقفه الأعلى. سينتقل إلى ثانوية ابن طاهر ليبدع في فن الفكاهة المسرحية ضمن أنشطة الأعمال التكميلية بهذه الثانوية. كشباب تلك المرحلة بحث سريعا عن الاستقلال المالي وعن دعم الأسرة، سيلجأ إلى مركز تكوين المعلمين ليحمل منه مشعل تعليم الأجيال، وتبدأ رحلته بين القرى والطواوير يلقن أبناء المهمشين أبجديات التعليم، بدءا بمدرسة الغرفة بالرساني ليلتحق بالمركز الجهوي للفنون التشكيلية بابن خلدون بالرباط، مما أكسبه تجربة فنية على أسس نظرية وعلمية. كان فضاء باب الرواح ورواق النادر بمثابة عالمين مختلفين للفن التشكيلي بالمغرب، استنبط منهما تقنيات مختلفة في مفهوم اللوحة وتنظيم المعارض. يحسن مصواب جاد في عمله، ملتزم برسالته التي حملها على عاتقه، متمسكا بفنه وبريشته التي تنفس عنه وتعبر عن همومه، يصب في لوحاته آمال الأطفال والفقراء وآلامهم والتهميش الذي يعيشونه في هذه الربوع التي قصى عليها الزمان والمكان والرجال. سيلتحق بنيابة الراشدية بعد صراع مع مرض الربو المزمن ليستريح على الأقل من هموم القسم، ويدخل تجربة إدارية تعلم منها الكثير. ولجأ أستاذ حسن مصواب عالم الصورة الفوتوغرافية والأندية السينمائية، الشيء الذي حفزه إلى تكوين جمعيات محلية تهتم بعالم الصورة الفوتوغرافية وهواة العدسة، وانصب عمله على تكوين الأندية السينمائية داخل المؤسسات التربوية. لقب لحسن مصواب بيبو عزيزي، وكم هو جميل هذا اللقب، لأنه يحيل على الحنية والعطف، وهو فخور بهذا اللقب الذي يحمل دلالات متعددة ورموزا متأصلة. ذلك هو حال الفنان والأستاذ لحسن مصواب، عاطفي مرهف الإحساس، انعكس ذلك في لوحاته وفي معاملته. رغم أنه يميل إلى الوحدة وقليل الكلام، إلى أن ريشته ولوحاته وشعره تفصح عما بداخله لكونها تحمل زخما كبيرا من الأحاسيس. فأهمية التشكيل في القصيدة هو تكتيف الصورة، وبما أن الفنان لحسن مصواب يحمل الصفتين شاعر وتشكيلي، فقد حاول أن يمزج بينهما. إن
نظم الشعر تظهر لمسته التشكيلي على القصيدة، وإن رسم لوحة فإن الشعر وصور يحضران في أبعادهما. فهو يؤمن بمقولة هوراس: كما يكون الشعر يكون الرسم. فالجاذبية هي التي تحكم علاقة الشعر والتشكيل رغم اختلاف أدوات كل منهما، وإنتاج الجمالية هو الغاية منهما. رغم أن الفنان والشاعر حسن مصواب يؤمن بأن الشعر هو التعبير عن إنسانية الإنسان، فقد وجد في الفن التشكيلي أرض ضيافة والعيش المشترك وحضن جميل لشاعريته، لأن غايتهما الوحيدة الانتصار للقيم الجمالي. جاور لغة الشعر والتشكيل، وأدرك أن التشكيل قادر على فهم الشعر وصوره أكثر من غيره من الفنون، والعكس صحيح. تتصفح قصائد ديوانه الشعري رؤيا تحس على أن الشاعر يرسم بريشته ذكريات الطفولة والأمكنة والمغامرات الذاتية. حفظ الله هذا الرجل الفنان الشاعر الذي زاوج بين مهنته وبين انشغالته الفنية والأدبية، ومنحنا شعرا راقيا وفنا تشكيليا بديعا، ومعارض تفوح فيها رائحة الواحة وألوانها وذكرياتها. سلسلة أعلام الراشدية.